السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات سود المغرب. حلقتنا اليوم غادي نبداو مع واحد العمال ديال النظافة كانوا كيقوموا بالعمل ديالهم بصفة اعتيادية مع الصباح بكري. كانوا كيخويو واحد الطارو ديال الزبل كبير كيخويو في واحد الكاميو ديال الزبل وهما خدامين، فإذا بهم كيكتشفوا وجود واحد جوج خناشي كبارين هادوك ديال الزرع اللي كيدار فيهم واحد 100 كيلو ديال الزرع تقريبا الوحدة، عامرين بشي حاجة وكيسيل منهم الدم. هنايا تعجبوا ودخلهم الشك، واحد فيهم قرر انه يقلب هاد الخنشي هادي ما حلها مع كتبالي الكارثه. جثة بشريه مقطعه، ارمى كل شيء وتخلع، مشى قال لاصحابو ومشاو كيجريو علموا البوليس. البوليس والدائره اللي قريبه ليهم جاو كيجريو عاينوا جثة بنفوسهم. هنايا استدعاو فرقه الشرطه العلميه والتقنيه والقضاء كذلك وشعروا النيابه العامه بالشهاده. ابداوا التحقيقات ديالهم. الشرطة العلمية والتقنية بداو كيقلبو في عين المكان، كيقلبو ليعود كاين شي آثار شي دليل شي حاجة خلاه المجرم أو القاتلين أو اللي رماو هاد الجثة هادي بهاد الطريقة. تا حاجة ما كاينة، ما لقاو تا شي حاجة من غير هاد جوج خناشي اللي فيهم الجثة. الشرطة القضائية كذلك بدات الأبحاث ديالها في عين المكان، طوقات ديك البلاصة كاملة وبدات كتسول في الناس، الناس اللي قرابين لهداك الطاروطة الزبل في السكنة، الناس اللي كيدوزو من تما بزاف، الناس البائعين اللي كاينين تما اللي عندهم حوانت، اللي عاود شي واحد شاف شي حاجة مع الصباح بكري أولا بالليل، أولا شاف الطوموبيل اللي رمات هاد الجثة هادي بهاد الطريقة، وتقول شي واحد شاف شي حاجة، والو. هاد الجثة هادي يعني اللي راميها مجهول والقاتل ديالها تا هو مجهول لحد الآن. ما علينا، هزو الشرطة العلمية والتقنية، هزو هاد الجثة هادي وداوها للمستودع البلدي للأموات، باش الطبيب الشرعي غادي يقول لنا أشنو كاين. هنا البوليس ما لقاو حتى شي ورقه ثبوتيه او بطاقه وطنيه او شي حاجه عند الضحيه في الملابس ديالو. بطبيعه الحال هنايا هذاك الطبيب الشرعي كيقول لي مودي هاد الراجل هذا تقريبا في العمر ديالو 43 عام بحال هكاك، 44 عام، 45، يعني ما بين 42 45 عام بحال هكاك، هذا هو العمر ديالو التقريبي. حاجه اخرى، هاد السيد هذا اللي تقتل كان شارب بزاف، وهاد السيد هذا تقتل بشي آلة حادة على راسو، يعني الضربة ديال الغدر من اللور ومن وراها عاد تقطعات الجثة ديالو. صافي هنايا البوليس غادي يسولوه عاوتاني على الزمن التقريبي ديال الوفاة ديال السيد، قال لي مودي هذا راه مات تقريبا أو لا تقتل بالأحرى مع جوي 11 12 لاروب بحال هكا، ما بين 11 12 بحال هكاك تقتل. دابا حنا لقينا الجثة ديالو مع الصباح، الصباح بكري مع السبعة ولا السبعة وشي حاجة، هو هاد الليلة اللي فاتت تقتل فيها مع 12 لارو و 11 بحال هكاك. صافي هنا البوليس رفعوا البصمات ديالو وعرضوا على الناظم الآلي اللي كيطلع ان الاسم ديالو توفيق، وفعلا نيت كما توقع الطبيب الشرعي في عمره 44 عام وكيسكن في واحد الحي اللي كان راقي. مشاو ليه البوليس كيدقوا في الفيلا ديالو، كيدقوا كتخرج الخدامة، السلام عليكم. وعليكم السلام، هادي الدار ديال توفيق فلان فلاني. اييه سيدي، كاينه مراتو؟ اييه كاينه مراتو. شكون نقول لهم؟ قولوا لي البوليس عفاك. مشات الخدامه شويه خرجت واحد البنت مازال غير صغيره يلاه في عمرها 28 عام 29 عام، قالت لهم ياك ما كاين باس سيدي. قالوا لها انت شكونكي؟ انا سنة مرات هاد السيد اللي كتقلبوا عليه توفيق. قالوا لها شوفي، واش توفيق هاد اللي لاباس في الدار؟ قالت لهم لا ما باتش، هو موالف ما كيباش في الدار، في كيمشي ما عندكش شي اخبار عليه؟ قالت لي ما سيدي اش نقول لكم، هو توفيق راجلي بحكم انه رجل اعمال ما خدامش مع شي واحد، يعني عنده الخدمه ديالو الراس حره، مره كيبات على برا، مره كيبات يومين، مره نهار، مره 3 ايام على حساب الخدمه ديالو. ديما كان كيقول لي انا تعطلت برا في الليل اولا ما جيتش بلا ما تشوش عليا، غادي نكون اما مسافر شي مدينه كنقضي شي عمل ديالي مع شي صحابي وغادي نبات وشي طايل، اولا غير هنا غنتعطل مع شي واحد صاحبي وغادي نعس معاه بلا ما تشوش عليا بلا والو. هادشي هذا اللي كان جاري بالعمل وانا ما كنت كنقول ليه والو الصراحه، وقلت واخا ما باتش هاد الليله هادي في دارو راه غادي يبان من هنا لواحد شويه غادي يبان. هنا كيخبروا البوليس بالخبر الاليم انه تلقى جثة هامدة ومرمي في طاروت الزبل. هنا المراه سخفات وطاحت لهم تم، هزوها البوليس يعني استدعاو لومبيلونس هزاتها وداوها للسبيطار. من ورا ما فاقت واسترجعات الوعي ديالها داوها وشافت الجثه ديالو في المستودع البلدي الاموات، تعرفات عليه عرفاتو، بقات كتغوت وتحيح تما شكون اللي دار فيك الحاله هذه لما خليتيني كذا. المهم هدنوه البوليس اللي حتى تكالمات شويه وداوها باش يحقوا معاها.
هنا اول سؤال غادي يسول البوليس هو علاقتك مع راجلك كي كانت، يعني علاقتك الزوجية معاه كيفاش كان كيتعامل معاك، واش عارفة عنده شي عيبان، صحابو المقربين شكون، اي حاجة كتعرفيها عليه قولها لينا. قالت لي ما سيدي راجلي توفيق الله يرحمه راني تعرفت عليه هادي عامين وحنا عامين باش مزوجين. قالوا لي البوليس واش يلا عامين باش مزوجين؟ يلا عامين يا سيدي. علاش ماله؟ واش كان ممزوج ما والو او لا كان مطلق او لا ارمل؟ شو واقع عليه؟ قالت لي ما سيدي الحساب ما قال لي هو كان مزوج مع واحد السيدة وطلقها، الحساب هضراته هو الله يرحمه انه ما تفاهمش معها وكل واحد شط طريقه ومشاو في حالاتهم، والد معاه شي حاجة المرأة الاولى، لا ما والد معاه والو. وانتي حتى انا بحال ما هكاك سيدي ما ولدت معاه ما والو. ما علينا زيدي كملي. قالت لي ما سيدي هذا الراجل هذا الله يرحمه كان راجل مزيان بالنسبه ليا انا، كان كيتعامل معايا زوين، ما عمرو خسر ليا اي حاجه بغيتها كيشريها ليا، كيديني عند دار والديا، يعني ما كيخسرش ليا. واخا السيد كان مره كيشرب، كان مدمن خمور، ولكن كنقول شي نهار الله يهديه وصافي. هذا ما كان عنده شي علاقه مع شي بنت اخرى؟ حسيتي بانه كيخونك مره كذب عليكم سيدي؟ لا ما عمرني حسيت بهذا الشيء هذا. لا هنا البوليس لمسوا في السنة ان واحد المراه اللي هي بسيطه ودرويشه بزاف وطالبه غير السلامه وباغي غير تعيش في دارها على خير وبخير، ما هي ديال صداع ما هي ديال المشاكل، ولكن الشيء هذا ما كيمنعش انهم يتعمقوا معاه في البحث. قالوا لها قول لنا لا نهار فلان فلاني اللي هو نهار وقوع الجريمه هذيك الليله في كنتي؟ واش بتي غير في دارك؟ مشيتي عند شي واحد؟ اشنو درتي؟ عاودي لينا البرنامج ديالك. قالت لي ما سيدي اشنو درت هذاك النهار؟ مع الصباح فاق توفيق فطر دوش خرج على برا، خرج مشى للخدمة ديالو، شوية رجع مع جويه ديك 12 بحال هكاك بدل عليه وخرج. كيفاش قال لي انا غادي نقدر نتعطل بالليل، نقدر نبات كاع عند السيد اللي غادي نمشي عندو بلا ما تشوش عليا؟ من تما ما بقيتش شفتو اللي احتاجيتو عندي وبلغتوني بهذا الخبر الاليم. بتي غير بوحدك في الفيلا؟ غير راسي معاك شي واحد ولا غير راسك بوحدك في الفيلا؟ انا كتسكن معايا الخدامه، الخدامه ديالي هذيك اللي حلات لكم ديك النهار، هذيك راه عاطيها واحد البيت ومقيمه معانا. امشاو عند البوليس يعني هذيك خدامه وسولوها مولا الدار واش هذيك الليله باتت الليله كامله او خرجات حسيتي بشي حاجه غريبه كتقول فيها ولا شي حاجه غريبه كدير فيها؟ لا ابدا سيدي لا، هذاك النهار كباقي الايام عادي. جا توفيق مشى قالت نفس الهضره اللي قالت هذيك مولا الدار سناء، وانها الليله كامله باتت تمايا. صافي هنا سناء ما عليها حتى شي حاجه، وكما قلنا اصلا هاد المراه هذه كانت بسيطه بزاف وبعيد بزاف انها دير شي جريمه ولا شي حاجه. السيده كانت كتهضر عادي وباقي فيها راجلها، والسيده ما فحالهاش والديها فقراء كما عرفوا البوليس، كانت مزوجه بهاد السيد لاباس عليه، ولكن للاسف يعني ندبات الحظ ديالها ملي توفى بهاد الطريقه البشعه. هنا البوليس غادي يقسموا المهام ديالهم، واحد الفريق غادي يدير واحد المراقبة على مرات الضحية اللي هي سناء. ربما حنا كنقولوا ان السيدة خارج اطار الشبهات، ولكن راه الشيء ما كيمنعش اننا نحضيوها ونراقبوها مزيان. راه شحال من مجرم كيتلفع باللي فاعل الصالحين وكيبين البوليس وكيوهم الناس انه راجل مزيان، وهو في حقيقة الامر انه مجرم. تقدر تكون المرأة هذه دايرة اليد مع شي واحد صفاها راجلها باش تستولي على الثروة ديالو، كلشي ممكن الله اعلم. ابداو حاضينها، ولكن واحد الفرقه اخرى مشات فين؟ مشات عند الوالدين ديال هاد التوفيق هذا، مشات باش تسولها وتحقق معاهم لا يكونوا عارفين شي حاجه على ولدهم التوفيق. واحد الفريق اخر فين غادي يمشي؟ غادي يمشي للشركه ديالو المقاوله فين خدام، وغادي يشوف العمال تم، وغادي يشوفوا الاصدقاء المقربين ديالو. المهم خليونا نمشيو مع دوك الناس اللي غادي يمشيو يسولوا الوالدين ديال التوفيق. اول حاجه كيلاحظوها البوليس وهي ان الوالدين ديال التوفيق كانوا ساكنين في واحد الحي شعبي ما كيليقش والمكان الاجتماعي اللي كان عايش فيها ولدهم توفيق. ولدهم توفيق عنده شركة ومقاولة وفيلا وسيارة فاخرة ومراته لاباس عليها، ولكن فين هي الثروة ديال والديه؟ واش والدي فقراء اصلا همايا؟ وإلا كانوا بحال هكا اصلا علاش توفيق ما دار لاباس ما عاونهمش؟ هاد الاسئلة او هاد الشكوك كانت كتحوم عند البوليس. المهم كيدقوا في الدار ديال الوالدين ديال توفيق، كيخرج الاب باقي مصدوم من هول الصدمه اللي تعرض ليها جراء المقتل ديال ولده بهذه الطريقه هذه. عاودوا عزوه البوليس وصبروا على الفراق ديال ولده وبداو كيحقوا معهم، لا هو للام ديال توفيق وبعض الاخوه ديالهم اللي كاينين تمايا. بداو كيصوروا على ولدهم توفيق، عاودوا لينا اي حاجه عليه، العلاقات ديالو، صحابو، الاعداء ديالو،
يعني علاقاته النسائية، أي حاجة كتعرفوها ليه باش نوصلو القاتل ديالو. هنا الوالدين ديال توفيق أشنو غادي يقولوا للبوليس؟ يقول لي مودي ولدنا كان عادي بحالو بحال باقي الشباب، ملي سال القراية ديالو مشى خدم في واحد الشركة، هاد الشركة اللي كان خدام فيها عادي يلاه يلاه مصوبة يلاه مأسسة يلاه بادية في المشوار ديال هذيك الشركة، ومولاتها واحد السيدة. المهم من ورا ما خدم فيها تقريبا واحد العام بحال ماكاك، اشنو غادي يوقع؟ غادي يتزوج بمولاتها. هنا غادي يعرفوا البوليس ان الطالقة ديالو السابقة كانت عندها شركة. مزيان زيدو كملوا، قالوا لهم البوليس من ورا ما تزوج بها ضرب معها تقريبا واحد العام ونص حتى العامين بحال ماكاك، طلقها. من ورا ما طلقها اسس الشركة ديالو الخاصة. ملي اسسها هي فاش ولات حياته يعني ترقى نوعا ما من الناحية الاجتماعية، ودار هذيك الفيلا اللي كانت فيلا صغيرة ما كبيرش بزاف، وتزوج بها سناء هادي، ولات عندو طوموبيلته فاخرة، والسيد تبدلات المعيشة المادية ديالو، يعني السيد ولا لاباس ليه. هادشي اللي كاين. هنا قالوا لي من البوليس تقدروا تعطيونا العنوان ديال الطالقة ديالو، في كتسكن، سميتها كذا، هادكشي اللي كاين. عطاهم الاسم ديالها وكان سميتها سعاد وكتسكن في العنوان التالي، عطاهم العنوان ديالها. صافي هنا البوليس غادي يكمل معاهم التحقيق واش كتعرفوا عنده شي اعداء، شي حساد، شي صحابو مشت ليه مصاحب معاهم، شي علاقات نسائية؟ لا ابدا. ولدنا توفيق ملي دار لاباس وتزوج وسكن مع مراتو في ديك الفيلا، ولا كيزورنا مرة مرة، شهر شهرين 20 يوم، ديما كيحتج بانه ممساليش الخدمه وكذا والضغوط ديال الحياه وكذا، كيجي كيعطينا ديك البركه وكيمشي في حالاته. هادشي هذا اللي كاين. اما علاقاته القريبه حنا ما عارفيناش، امراته اللي غتكون عارفه شي حاجه، الوالدين وخوتو ما عطاو حتى شي حاجه بخصوص المقتل ديال هاد توفيق. هذا المراقبه باقا مستمره على مرات توفيق، المراقبه ما جابت حتى شي نتيجه. سناء يعني انسانه معقوله كتمشي لدارهم كتجي كتريح في الفيلا، حتى واحد ما كيجي عندها بتاتا، خدامه باقا خدامه عندها، امور كامله على احسن ما يرام. المهم رجعوا للشركه، الشركه كيلقاو شركه عاديه يعني خدامين فيها واحد المجموعه تاع الموظفين والموظفات، عنده واحد الكاتبه خاصه ديالو، عاديه الامور، الناس كاملين خدام عنده كيقولوا بان التوفيق لا عمرها دار وكان كيتعامل معنا مزيان، ما عمرنا شفنا منه شي حاجه خايبه. الكاتبه الخاصه ملي غادي يسولوها بحكم انها هي القريبه ليه بزاف وكتعرف بزاف ديال الامور، قالت لي مسيدي توفيق كان راجل مزيان، صراحه كان راجل مزيان، ما عمرو خاص مع شي واحد، ولو انه مره كيسكر، ولكن داك الشراب ديالو ما كانش كيأثر على الخدمه ديالو هنا في الشركه. ومره كنلاحظ واحد السيده كانت كتجي عندو هنايا وكانت كتغاوت معاه، كيتعايرو ديال بصح وكتسبو وكيجري عليها، كيقول لها ما مشيتيش غادي نتصل لك بالبوليس، وكتمشي في حالاتها. شكون هي السيده هذه؟ واقيلا على حساب ما فهمت، على حساب ما هو قال لي واحد النهار، حيت شهواته مقوى بزاف، واحد النهار سولته قلت لي السي توفيق شكون هي السيده هذه؟ واش كتعرفها؟ عيط لها البوليس. صافي تفاري معاها، هو بحال كان متردد ما باغيش يعيط لها البوليس، كيقول صافي ما كاينلاش نتشوه اكثر واكثر، صافي شركه محترمه غدير لي الشوا، نبقى تابعه في المحاكم وفي الكوميساريات، صافي انا ما عندي ما يدار. شكون هي السي توفيق هادي؟ على حساب ما قالت الكاتبه البوليس انه قال ليها هادي الطليقه ديالي، وراني فاريتها مع شحال من عام ودابا باغي ترجع ليا وكذا، وانا مابقاش حاملها مابقاش كنبغيها، وانا تزوجت وبنيت حياتي وكذا كذا. هادشي اللي قالت الكاتبه، ان الطليقه ديالو كانت كتجي عندو مره الشركه، وكانت كتسبو تخاصم معاه وكتعايرو. اش كانت كتقول لي في هاد الحوارات وهاد المعيار وكذا؟ الحساب ما كنت كنسمع مع صواتهم كانت كتعلى بزاف، تا شفار تا نصاب ضحكتي عليا الله ياخذ فيك الحق، رجع لي فلوسي كذا، غير بحال الهضره هذه. هو كان كيجمع عطوي كيجري عليها كيهددها ديما بالبوليس. من ورا ما توصلوا البوليس بهاد المعلومات خاصهم ضروري يمشيو عند الطليقه ديالو ويحقوا معاها حتى هي. ولكن قبل ما يمشي هذا قالوا الكاتبه شكون صحابو، لان البوليس سولوا هذيك سناء مراته، ولكن قالت لهم انا ما كنعرفش صحابو، لا كنسمعو كيدو في التليفون، انا غادي صاحبي انا غادي كذا، ولكن صحابو المقربين ما عمرو جاب شي واحد من الفيلا وانا ما كنعرفهمش. وكما قلنا يعني سناء كانت مرا درويشه بزاف وبسيطه لواحد الدرجه ما كتصورش، يعني ما كتدخلش في الشبوقات بزاف. الكاتبه غتقول لهم الاصدقاء المقربين واحد جوج كانوا كيجيو عندو البيرو هنايا بزاف،
كانوا صحابه الروح بالروح. واحد في الجوج هادو كان سميتو طه، وطه كان صديق ديالو قبل ما يدير لاباس هاد التوفيق هذا، وكان كيجي عنده مره مره البيرو كيجمع معاه واحد ربع ساعه نص ساعه وكيمشيو. بينما واحد صديق اخر سميتو كريم وكان مقاول حتى هو بحالو بحالو. هاد الجوج هما الاصدقاء المقربين ديالو، انا بحكم الخدمه ديالي معاه عرفتهم هما صحابو المقربين. عطينا العناوين ديالهم او عطينا غير التليفونات ديالهم. بقات كتقلب تما في البيرو حتى جبدات النمره ديال هذاك طه وهذاك كريم، لانها كانت كتتصل بهم مره مره بامر ديال هذاك توفيق. مزيان اتصلوا بهذاك طه وهذاك كريم وجاو الكوميساريه. جاو الكوميساريه وبداو كيسولوا فيهم، انتم اصحاب ديال توفيق الله يرحمه؟ اي سيدي حنا صحابو وشحال من عام حنا كنعرفوه. هذاك طه كما قالت الكاتبه انه كيعرفو من زمان، من يامات ما كان غير فقير، ما كان عنده حتى شي حاجه. بينما كريم تعرف عليه ملي دار لاباس، ولكن مجوج بيهم كانوا كيشربوا معاه، يمشوا معاه البيران، يتعرفوا على البنات كاملين، يعني كاملين الحوايج الخايبين كيديروها مع بعضياتهم. طه كيقول على توفيق انه كان انسان مزيان، واخا هو كان مدمن خمور مخدرات وكذا، ولكن كان انسان كيتعامل والله عمرها دار وكذا. ولكن ملي غادي يسولوه على علاقته بديك الطليقه ديالو سعاد اللي كان طلقها، هنا طه غادي يسكت شويه، غيقول ليه الشريف حنا كنهضروا معاك، قول لنا الصراحه. دابا قلت لينا بان صاحبك الله يرحمه كان راجل مزيان وكيتعامل مع كل شيء، ولكن علاقته مع سعاد توقفت على الكلام، عاود لينا اي حاجه. بقى كيشوف ويخرج في عينيه وقال لي نشوف نقول لكم الصراحه، صاحبي وكنعرفو مزيان، هذاك لو جيست اللي دار مع الطليقه ديالو سعاد راه ما تصرف ما والو. بحالاش هذاك صاحبي توفيق ملي خدم الشركه ديالها، كانت هي الشركه ديالها، ملي خدم معاها كان خدام عادي موظف بحالو بحال الموظفين. هنايا ديك السيده كانت ارمله ومسيره ديك الشركه بوحدها، هو تقرب ليها اللي حتى دار معها علاقه، من وراها تزوج بها، ولكن غير دازت واحد الفتره اللي هي ما طويلاش بزاف، واحد العام ونص بحال ما هكاك حتى العامين، اللي حتى السيد اضرب ليها كل شيء. ما عرفتوش كيفاش دار ليها، اللي حتى دا ليها الشركه ودا ليها كل شيء وجميع الاموال ديالها. السيده خرجات الله كريم، ما عادت حتى شي حاجه. من وراها طلقها ودار هذيك الفيلا واسس هذه الشركه هذه وتزوج، ولات كتجي عندو كطالبو بفلوسها وانه نصاب عليها وضحك عليها، كيقول لها جري طوالك ودبر راسك، انا ما ديت لك حتى شي حاجه، هذا رزقي وهذا المجهود ديالي وكذا وكذا. مشات المحاكم مشات كذا، ما صورات ليه حتى شي حاجه. السيد كان لاعب كبير وكيلعب كلشي بالقانون، ما صورات ليه حتى شي حاجه. هادي قال لهم البوليس هادي الشهاده ديالي، وبحكم انني قريب لهذاك توفيق الله يرحمه انا قلت لكم اشنو كاين. صافي طه ملي دلا بهاد التصريحات ديالو مشى في حالاته. هنا كريم ملي غادي يدخلوه البوليس يحقوا معاه او لا غير يسولوه على هذاك توفيق، قال لهم توفيق كنعرفو راجل مزيان ومقاول شاب والله يجزيه بخير، انسان معامل وكيتعامل معايا وكذا وكذا، ولكن ملي سولوه على علاقه هذاك توفيق الله يرحمه بالطليقه ديالو ما كيعرف حتى شي حاجه. قال لي مبدي هو كان كيقول لي بانني كنت مزوج وطلقت ودابا راني مزوج، هادشي اللي كنعرف. كريم كما قلنا كان صاحب معاه غير من ورا ما دار لاباس، وبالتالي ما غاديش يكون قريب ليه هذاك القرب ديال طه وما عارف ليه حتى شي حاجه، العكس ديال طه اللي كان عارف ليه الصغيره والكبيره. صافي كريم سوق خاوي ما قال للبوليس حتى شي حاجه، مشاو في حالاتهم جوج اصدقاء، ولكن قالوا للبوليس او لا غير هذاك طه بالاحرى ديال البوليس واحد المعلومه جد مفيده، وهي ان الطليقه طب لها في رزقها وضحك عليها وما بعيدش تكون هي مولات هاد الجريمه هادي. مشاو على عجل العنوان ديال هاد الطليقه هادي سعاد، كيمشيو للعنوان فين كتسكن، كتسكن في واحد الحي شعبي. كيدقوا كيخرجوا الوالدين ديال سعاد، السلام عليكم. وعليكم السلام، هنايا كتسكن سعاد فلان فلانيه. اي سيدي وانا راني بواغ، هذا الاب ديالها كيهضروا معاه، خرجوا شي خوتها وشي خواتاتها والام ديالها هي مسكينه، ناس بسطاء على قد الحال، مهم ناس مزيانين كيبانو. قالوا لي مودي راه سعاد كانت كتسكن هنايا، ولكن من بعد ما تزوجات ومات الراجل ديالها راه شريت واحد لابارتومون في واحد البلاصه، عطاوهم العنوان ديالها. مشاو ليها البوليس، كيطقو كتخرج سعاد، هي نيت انت هي سعاد فلان فلانية؟ هي سيدي انا. مزيان قلنا لا انتيا شني علاقتك مع توفيق؟ توفيق شكون توفيق؟ توفيق فلان فلاني. توفيق هذاك النصاب، مالو واش نصاب عليك؟ قصة طويلة نعاودها لكم. المهم القصة ديالي معاه باختصار، انا كنت مزوجة معاه حقيقة، ضربنا واحد العامين بحال ما هكاك او العامين ما كاملاش، طلقنا كل واحد مشى في حالاته،
هادشي اللي كاين من تما ما كنعرف عليه حتى شي حاجه. كيفاش مأكدة انك ما كتعرفي عليه حتى حاجه؟ اه سيدي ما كنعرف عليه حتى حاجه، وانا بديت حياتي عاوتاني. تزوجتي؟ لا ما تزوجش، ما والو. كنتي والده معاه؟ لا ما والده معاه، ما والو. اشنو كديري انت دابا؟ انا خدامه هنا في واحد الشركه. اشنو كديري في هاد الشركه؟ وخدامه بحالي بحال الناس، موظفه عاديه غير عامله كاع، مشيتها موظفه. يعني البوليس تعجبوا، وانتي تبارك الله عندك هاد لابارطومون هادي راه غاليه تقريبا، وكانت عندك شركه على حساب ما عرفنا وحققنا، وخدامه عاديه في شركه. قالت لي يوم اللي بغيتو تعرفوا القصه ديالي انا من الاول ودخلوا نعاود لكم. دخلوا للدار نيت لابارطومون ديال هاد السيده هادي، كانت واحد لابارطومون هي نقيه. البوليس استغلوا الفرصه وشافوا مزيان، يعني عاينو يعني بعينيهم شافوا مزيان، ما كاين حتى شي حاجه كتدعو للشك او للريبه ولا شي حاجه. الدنيا نقيه والفراش هو هذاك، امورها كامله مزيانه. ريحوا في الصالون وبدات كتعاود لهم. اشنو قالت لهم؟ قالت لهم اسيدي انا بنت فقيره، والديا ما عندهمش الله غالب، تزوج مع واحد السيد. السيد هذا كان لاباس ليه، راجل كبر مني حقيقه، ولكن راجل لاباس اللي عنده الشركات وعنده الفيلات وعنده الديور. السيد ما خاصو حتى شي حاجه، مزيانه هذه اللي كملي زوجت بيه، ولكن غير واحد 3 سنين بحال ما هكاك ديال الزواج توفى، جاب الله الممات. هو كانوا عنده مرته الاولى ولادو اخرين، يعني صافي قسموا هذاك الورث. انا جاني حقي، انا حقي استثمرته ودرته واحد الشركه، وقبل من هذا الشيء هذا كامل وقبل ما يموت هذا الراجل هذا الله يرحمه، كان كتب ليا هاد الدار. هاد الدار اللي دابا انا ساكنه فيها راه هو اللي كاتب ليا، كاتب ليا قبل ما يموت. يعني هادي ما ورثتهاش مع الورث انايا. مزيان زيدي كملي. درت هذيك الشركه ديالي لانني عرفتو كيفاش كيخدم في الشركه وكيفاش كيجيب السلعه وكذا، فهمت القوالب كاملين. وملي عطاني الله هاد الرزيق قلت ما نضيعوش وندير انا شي شركه ديالي، درتها. والشركه مشات مزيان، خدمت مزيان، ولاو خدامي عندي الناس والسلعه، المهم شي طوموبيلات كيفرقوا كلشي. المهم اموره كامله كانت مزيانه. اللي احتاج خدم عندي هاد التوفيق هذا، كان مازال عنده شي 38 عام 39 عام، وكان فايت ليه خدام في شركات بزاف كدير نفس الدومين. خدم عندي وعجبني النشاط ديالو وانه اكتيف وكيتعامل مزيان مع الكليان وكيجيب السلعه، والسيد كيعرف اشنو كيدير. قربتو ليا، ولا هو المساعد الايمن ديالي. انايا بقاو الايام كيدوزو والاشهر كيدوزو، اللي حتى درت معاه علاقه شويه ويفاجئني بطلب الزواج مني. هنايا انا شفت فيه انه رجل مثالي ليا، السيد اكتيف وكيخدم مزيان وفاهم الخدمه وكيعاونني في هذا الدومين هذا، وانا مراه وحدانيه، مراه ارمله، ما كاينلاش نضيعو من يديا. وتزوجت بيه، تزوجنا وجبتو لهاد لابارطومون هادي وسكننا مع بعضياتنا. سكننا العام الاول انا بحال الخدمه، ملي هو درت فيه الثقه وليت كنخليه هو بوحدو في الشركه، وليت كنبقى في الدار نصايب ليه الشيوات نوجد ليه، نمشي مره مره الشركه. هو هنايا واستغل الفرصه، ولا مره مره يقول لي نديرو هاد القضيه، نقول لي سير الله يسخر، داير فيه واحد الثقه كبيره بزاف. اللي حتى واحد النهار جاب لي واحد التوكيل. التوكيل ديالاش؟ التوكيل ديال التصرف، دار غير يتصرف بسميتي انا، يعني ماشي ديال بيع الشراء ولا شي حاجه اخرى، لا، يعني انا لما كنتش هو اللي غادي يقوم مقام ديالي. جابوا لي ديتو على الناس اللي كيفهموا في هذا الشيء هذا، لان هاد المراه هادي هاد سعاد ما كانش قاريه واحد القرايه بزاف. يلاه السيده خارجه من الصفوف الاولانيه ديال الدراسه، داتو يعني قالوا لي الناس وبحكم التجربه وداك الشيء ان هاد التوكيل ما عنده ما يدير به، راه غير كيقوم بالدور ديالك انت صافي، غير كيبيع الشري في بلاصتك انت وصافي. اما باش يتصرف الشركه كامله من ناحيه البيع والشراء لا. قلت لي ما كاين باس، مشيت ديتو معاه المقاطعه وقال لي زيناه، ولكن من وراها التصرفات ديالو تبدلات تجاهي انا، ولا كيخاصم عليا، يعايرني، كنمشي الشركه كيدور فيا كذا. واحد اللحظه بغيت نوقف عند حدو، ولكن فات الفوت، كان طلب مني هو الطلاق، قال لي غادي نطلقك انت ما بقيتيش خدام ليا. قلت ما يمكنش. وقبل ما نطلقوا اشنو وقع؟ كنتفاجئ بانني كنمشي للشركه كيحبسوني سكيورتي، كيحبسوني بان الشركه تباعت. كيفاش تباعت الشركه ديالي انا؟ كيفاش نبيعها لواحد اخر؟ انا ما بعت ما والو. لا، اللي حتى هبطوا موالي الشركه اللي شراوه جداد، لانني درت معاهم واحد السكوندال تما، هبطوا وراوني العقد، العقد ديال ان خونا يعني توفيق باع الشركه لهاد الناس بالثمن قد وقد بموجب هذاك التوكيل اللي درتي ليه انت. وانا درت ليه التوكيل ديال البيع والشراء؟ راه ما يمكنش، درت ليه غير التوكيل باش يخدم مقامي انا،
غير يسيني شي سلعة ولا شي حاجة، يخلص شي كليان، هادشي هذا فقط. ما يمكنش، مشي دعيتو ودعيت انا وياه في المحكمة. كنت في هاد الفترة هادي صافي طلقت منه، كان هو طلقني صافي. القاتو اشنو دار هاد العيان هذا؟ هو ملي مشى معاه المقاطعة باش يجاليزيو هذاك التوكيل، هو كان دار هذاك التوكيل وواحد التوكيل اخر تحت منه، هي ما دات ما جابت مع الزحام والمقاطعة، ودغيا عطاه لهذاك السيد اللي مكلف بيه ليغاليزاسيون، توكيل ديال البيع والشراء، توكيل عام يتصرف كيما ما بغى في هذيك الشركة، يبيعها يشريها يرهنها كيما ما بغى. السيد هذاك مول ليغاليزاسيون جاليز على داك التوكيل الاولاني ديال غير يتصرف عادي، يعني غير في السلعه وفي داك الشيء خلاص تاع الكليان وداك الشيء، وجاليز التوكيل الاخر، وبالتالي كتكون دارت لي واحد التوكيل عام بلا ما تشعر. مشات المحكمه ما صورات لي حتى شي حاجه، السيد كاين لي بانه كان عنده توكيل عام يتصرف كيما ما بغى، وبالتالي عنده حق يبيعها قانونيا. صافي ناي السيده ما فهمت حتى لعبه. هي فاش ولات كتمشي عندو الشركه اللي كان اسسها جديد من ورا ما باع عليك الشركه، دار شركه ديالو وخدمت هو خدامه ولا باترون، والسيد مقاول وشرا فيلا، السيد الامور الماديه ديالو تيسرات كثر وكثر، ولات كتمشي عندو شركه وكدير معاه الصداع وكتغوت عليه، عطيني حقي عطيني فلوسي، تنصاب تشفر يقول لي جري طوالك ولا غادي نعيط لك على البوليس، لانه صافي دعات معاهم وصورات لي حتى شي حاجه. قالت لي واخا ديك الشوه اللي كندير ليه ديما وكذا، السيد ما بغى يدير معايا حتى شي حل. صافي وكلت امري الله وقلت الله ياخذ فيه الحق، وجيت لداري. هي فاش مشيت كنقلب على خدمه وليت خدامه عاديه. الحاجه الوحيده اللي فزت بها هي الدويره هادي اللي ساكنه فيها كتبه لي المرحوم الله يرحمه. هادشي اللي كاين، يعني انت دابا ما عندك حتى شي علاقه بالجريمه ديالو؟ لا ابدا، ما عندي به حتى شي علاقه. السيد انا كما قلت لكم راني دعيت معاه وما خليت ما درت معاه، وكنغوت ليه في الشركه ديما وكذا، الله ياخذ فيه الحق. ها هو جمال الله، انا سيدي بعيد على هادشي هذا. صافي ناي البوليس، المهم البوليس شكوا فيها لانها عندها دافع قوي انها تصفي عليه، عندها واحد الدافع يعني ماشي قوي قوي بزاف انها تصفي عليه، ولكن ما لقاو عليه حتى شي دليل. هذه المشكله. صافي مشاو في حالاتهم وخلاوها تحت المراقبه اللصيقه، ولكن من وراها اشنو غادي يوقع؟ واحد رجال دارك في واحد الغابه جنب المدينه، هذيك البلاصه كانت تابعه للدارك. اشنو غادي يلقاو؟ غادي يلقاو واحد الطوموبيل، الطوموبيل هذه مهجوره، طوموبيل فاخره ومهجوره. غادي يشوفوا الماتريكول ديالها، غيتضح الامر انها ديال من ديال هذاك توفيق الضحيه اللي تلقى مقتول. هنا البوليس غادي ياخذوا علم بوجود هذا الطوموبيل او لا لقاو هذا الطوموبيل هذه، لان البوليس كانوا دايرين قبل واحد المذكره ديال البحث في حق الطوموبيل ديال توفيق، لان الطوموبيل ما لقاوهاش طبيعه الحال. السيد تقتل والطوموبيل ما كاينه قدام فيلا، ما كاينه قدام شركه، فين مشات الطوموبيل هذه؟ وتا واحد ما عارفه فين. لهذا داروا في حقها واحد المذكره ديال البحث اللي حتى لقاوها جدارميه في هذه الغابه المهجوره. مشاو للبوليس، مشاو الشرطه العلميه والتقنيه كيفحصوها مزيان، فحصوها اشنو كيلقاو؟ كيلقاو واحد قطاري تاع الدم كاين في المارا، قطرات تاع الدم. هادوك الدم اللي غادي يحلوها البوليس غادي يلقاوها ديال من؟ ديال الضحيه توفيق. يعني هاد السيده تقتل وتهز في طوموبيلته وترمى تمايا، ومن وراها داها القاتل هنايا لهاد الغابه هادي ورمى الطوموبيل تمايا. كيهزو البصمات اللي على الطوموبيل، اشنو كيلقاو؟ المفاجاه الكبيره هنايا او الصدمه، بصمات ديال جوج، ديال هاد توفيق وديال من اخر ديال سعاد الطليقه ديالو. صافي هنا مباشره مور هاد المعطيات شعرات النيابه العامه، وتم اصدار واحد القرار ديال القاء القبض على هذيك سعاد. مشاو للبوليس ولقاو عليها القبض وجابوها للكوميساريه. صافي هنا البوليس واجهوها بهذا الشيء هذا سعاد، قالوا لها شوفي انت احنا سولناك وحققنا معك وقلت لينا بانك نصاب عليك وضحك عليك ودار لك رزقك وكذا وكذا وعندك دافع قوي، ولكن مع ذلك ما كانش عندنا الدليل باش نزيرو معاك، ولكن دابا راه كاين الدليل، كاين البصمات ديالك في الطوموبيل ديالو، والطوموبيل ديالو لقيناها مرميه في الغابه، والطوموبيل لقينا في المالا ديالها اثر تاع الدم ديالو. اشنو كتقولي في هادشي هذا؟ اعترفي احسن لك، راه تي مولات الفعله، غير اعترفي وهنينا. صافي هنايا المراه ما بغاش تعترف، قالت لي ماشي انا وهذا غير ظلم وانا ماشي مولات الفعله، انا عندي دافع حقيقة، ولكن ماشي انا اللي قتلته. البصمات باش كتفسريها في الطوموبيل ديالو ديالك؟ وربما كنت راكب معاه مرة هو كيركبني، كيفاش كيركبك؟
البصمات ديالك لقيناها لالا على الفولون، لقيناها على المقود، تجمعي راسك شويه. والو واش بقى تهدر هنايا؟ البوليس خداو اذن من النيابه العامه ودخلوا كيقلبوا الدار ديالها، كيقلبوها مزيان. ديك النهار كما قلنا ملي دخلوا كيشوفوا غير بعينيهم، راه ماشي دار واحد الاجهزه متطوره ديال هذيك الشرطه العلميه والتقنيه، لان هي اللي كتطلع الاثر ديال الدم واثر ديال اي حاجه كاين في الزليج او كاين في شي حائط ولا شي حاجه، واخا تعيا ما تغسل ولا شي حاجه. ولكن اللي دخلتي للدار وغير بعينه مجرده وكان تيدو جافي، راه ما كتلاحظ حتى شي حاجه. دخلوا الشرطه العلميه والتقنيه، كيدخلوا فين؟ كيدخلوا الكوزينه، ومن خلال هذوك المواد اللي استعملتهم الشرطه العلميه والتقنيه كيطلع اثر على الدم بزاف وغزير هذاك الدم بزاف. خداو منه عينه وحلوها، طلعت نتيجه متطابقه مع الدم ديال الضحيه، وبالتالي هي مولات الفعله ما كاين لاش تنكر. ولقاو كذلك الات القتل والتقطيع، وهي عباره على واحد المقده واحد الجنويه كبيره وباقي فيهم العطر تاع الدم، حلوها حتى هي وعطات نفس النتيجه، الدم ديال الضحيه. وبالتالي وبدون ادنى شك مولات الفعله وهي سعاد. صافي هنايا رجعوا عند البوليس وواجهوها بهذا الحقائق كامله، وقالوا لها شوفي توفيق، انت الوحيده اللي عندك الدافع القوي انك تصفي عليه. البصمات ديالك لقيناها على الفولون ديال الطوموبيل ديالو، اللي لقينا فيها كذلك في المالا الدم ديالو، في الدار ديالك لقينا اثر تاع الدم ديالو، لقينا اداه الجريمه في الدار ديالك مقاده وجنويه، فين غاديه بان نكير فين؟ صافي بقات كدور في عينيها واعترفات، قالت لي ما شنو كاين؟ قالت لي حقيقه انا كان عندي دافع قوي باش نصفي عليه، وملي استنفدت جميع الطرق الوديه والحبيه وكل شيء باش يرجع لي فلوسي ولو غير جزء بسيط منها، او لا يعطيني النص او لشي حاجه او لا يعاونني والو. السيد ما بغاش، مصمم فيما كنمشي عندو كيجري عليا وكيبهدلني. السيد ضحك عليا ونصاب عليا ورجعني فقيره من بعد ما اغتنيت من ورا راجلي الله يرحمه. هاد السيد هذا خاصو ينال الجزاء ديالو. صافي قررت نصفي عليه. اشنو درتي ليه؟ مشيت عندو واحد النهار قالت ليهم الشركه وبدلت مع الاسلوب ديال الخطاب. اشنو قالت لي؟ قالت لي شوف توفيق، حقيقه تنصبتي عليا وشفرتيني في رزقي وديتي ليا، ولكن دابا بغيت منك غير طلب، اسيدي ما تعطينيش فلوسي وما تعطينيش رزقي، عاوني هاد المره وما بقيتش غنشوف كمارتي. قالت لي شوف، جي عندي للدار في العشيه مع جويه السبعه بحال ما هكاك، شوف معايا واحد الوراق راه معطاهم ليا شي ناس كاين على برا، عندهم واحد الشركه وبغاو يديروا واحد الفرع ديالها هنايا في هاد المدينه، وانا تلاقيت معاهم، لاقوني معاهم غير شي ناس، انا ما غنعاونهمش لا بفلوس لا بوالو، وانما غير بالخدمه ديالي والتجربه ديالي، انني كنت مسيره واحد الشركه وكذا وكذا، وغيديروا فيا الثقه. بصراحه بغيتك غير تقرا ليا واحد الوراقات تعاوني فيهم، لان كما قلنا هي ما كانش قاريه بزاف. هو علاش ضحك عليها؟ لان ما كانش قاريه بزاف و السذاجه ديالها والثقه ديالها. ما علينا، قالت لي هادشي علاش بغيتك، غير تقرا ليا دوك الوراقات وتشوف المصلحه ديالي واش كاينه معاهم او لا، وتشوفهم ونيت واش الناس يستاهلوا انني نغامر معاهم في هاد الخدمه هادي او لا. قال لها واخا لالا، الا كان هادشي هذا غادي يفكني معاك وغادي نقرا لك غير شي وراقات، اسيدي انا غادي نجي ونعاونك ونوريك كاع مصلحتك معاهم كي دايره ونعاونك بشي نصائح مهمه. قالت لي واخا. صافي داكشي اللي كان، هي هذيك مع 8 لاروب او لا 7 ونص كان قدام الدار بالطوموبيل ديالو، جايب معاه في يدو واحد القريعات تاع الشراب. السيد جاي زياره وكلشي، ما علينا، طلع للدار دخل القرايه تاع الشراب، جاب معاه شي مويكله ودخل عند الطليقه ديالو، رحبات به وبدلات الطريقه ديال التعامل ديالها معاه. قال لها فين هما دوك الوراقات نقراهم لك؟ قالت لي ماك زربان، باقي ما تعشينا ما شربنا ما والو، وانت جايب القرايه تاع الشراب، خلينا نقصروا غير شويه وعاد من بعد نشوفوا شنو كاين. السيد فرح، ابدا كيشرب، كيشرب الكاس الاول الثاني كذا، المهم هي صوبات لي شي ميكلا وكذا، كلا وشربوا يعني ضحك معاه وداك الشيء. من ورا ما سكر بزاف داس براسه بحال غتجيب لي واحد الوراق، فعلا نيت حيت هو لح عليها فينا هما الوراق، جابت لي واحد الوراق ما عرفت مين دبرات عليهم، حاضر راسو كيشوف فيهم. والسيد سكران، هي شنو دارت؟ ناضت ومشات للكوزينه، جابت واحد المقده كانت مجدعها ومضيها مزيان، جات ومدرقاها وراها هذيك المقده باش ما ينتبهش، هو اصلا ما منتبه ما والو، السيد سكران وتالف مع دوك الوراق كيقري فيهم. جات من اللور وتعطيه على الراس، طف طف طف، طيحتو تمايا في البلاصه بموتو. من وراها اشنو دارت؟ جبدات واحد نيت هذيك المقده نيت، وجابت واحد الجميه كبيره
هما ادوات الجريمه يلقاو البوليس في الكوزينه وبدات كتقطع قطعاته مزيان. من ورا ما قطعاته جابت واحد جوج خنشات تاع الزرع دوك ديال 100 كيلو الوحده، كانت مدبره عليهم ديجا، جابتهم وخشات فيهم هذوك الاطراف البشريه. من ورا ما حطات دوك الخناشي تمايا نظفات الدنيا مزيان، جابت تيد وجافيل ونظفات القاضيه ديال بصح الاثر تاع الدم ما بقاش تمايا، وخلات تجوي هذيك 3 3:30 تاع الليل، وحيدات لي الكونتاكت بطبيعة الحال، حيدات لي السيرو تاع الطوموبيل وهبطات حلات الطوموبيل وما كاين حتى شي واحد في الزنقه. هزات الخنشه الاولى اللي حتى في المالق، عاوتاني استمرات واحد شويه اللي عاود شي واحد يدوز ولا شي حاجه، هبطات الخنشه الثانيه اللي حتى في المالق تاعي سدات وديمارات الطوموبيل ديالها ومشات بعدات من ديك السكنه ديالها بزاف بزاف. هذيك الطارو تاع الزبل اللي كانت مرميه فيها الجثه ديال توفيق كان تقريبا في الخرج ديال المدينه، من هنا تفوت المدينه ارمات هذوك الخناشي اللي فيهم الجثه تاع توفيق ولادت بالفرار. رجعت للدار ديالها، وشنو غدير؟ خلات الطوموبيل ديك الليله غير تمايا، راه حتى الغد ليه ملي بان الحال وداكشي، لان ما يمكنش نمشي للغابه بالليل يعني ما يمكنش. اشنو دارت؟ حتى بنهار نيت يعني بنهار ومشات لهذيك الغابه، دخلات ليها خلات الطوموبيل تمايا لاحت تمايا ورجعت، خرجات من الغابه وخرجات للشانطي خدات الترونسبور ورجعت للمدينه حيت شي اللي كاين. ايوا من وراء هاد الاعترافات ديال هاد السعاده هادي بالقتل ديالها لتوفيق الطالق ديالها، كما قلنا الدافع ديال الجريمه هو انها حسات بالحقره وحسات انه ضحك عليها ونصاب عليها ورزاها في رزقها وضيع عليها حياتها وخلاها يعني ما عندها حتى شي حاجه من بعد ما ولات لاباس ليها، قدموها للمحاكمه وتحكمات بالمؤبد. ايوا هنايا كتسالي الحلقه ديالنا، كنشكركم بزاف على حسن الاصغاء والمتابعه، دمتم اوفياء للقناه قناه قصص وحكايات ولد المغرب، كنشكركم بزاف والله يرحم لكم الوالدين على كل شيء كديروه من دعم وجيم وتعليق واي حاجه كتفاعلوا بها مع الفيديو، لان الفيديو واخا يعجبكم والحلقه تجيكم زوينه وتبغيو تدعموا هذه القناه، ولكن اليوتيوبر ما كيعرفش الشيء هذا، ما كيعرفش الاحاسيس ديالكم وانما كيعرف لي جيم. خاصكم ديروا جيم وديروا تعليق وتفاعلوا مع الفيديو باش اليوتيوب يقترحوا على مستخدمين اخرين، لان اليوتيوب باش كيعرف هذا الفيديو مزيان وهذا لا. من اللي جاب واش فيديو جيب 1000 مشاهده فيه مثلا واحد 400 جيم، واحد في 1000 مشاهده يلا جيب مثلا واحد 20 جيم، كيقترح الاخر ولو ان الاخر الاولاني يكون احسن من الثاني، ولكن هو كيعرف غير التفاعل. مثلا وقعت لي انا واحد الاخ دار فيديو فيه 6000 مشاهده جيب فيه 1000 جيم، انا 6000 مشاهده فيها 200 جيم، يعني هذا كيعني ان اليوتيوب غيقترح الاخر، يقول هذا مزيان كيتفاعلوا مع الناس مزيان كيديروا لي جيم. هادشي علاش القنوات الاخرى يقول لك ما ودي ديروا لي جيم كذا كذا، راه لي جيم هي اللي كتطلع الفيديو والتعاليق ديالكم هي اللي كتطلع الفيديو، راه ماشي شي حاجه اخرى. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وشكرا بزاف على الاصغاء والمتابعه، والله يرحم لكم الوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.